دخلت الحسابات السياسية بالضرورات المالية والاقتصادية وأسقطت مشروع تسعير وقبض ثمن بطاقات السفر بالميدل إيست بالدولار، وتراجعت الشركة عن قرارها بعد تدخل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن للأزمة تتمة والملف إلى التداول بأكثر من عنوان رح نتداول فيه اليوم مع ضيفنا نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بدي كمان أطلب من كل الأصدقاء المستمعين اللي عندهم أي مداخلة أو سؤال، نحن ابتداء من 9:30 بنبتدي نستقبل اتصالاتكم لأنه هالقطاع عليه كتير علامات استفهام. اليوم خبرنا اجتماعات مباحثات تويتات بالجملة والمفرق نتيجة قرار الميدل إيست، هيدا اللي عرفوا طبعا المواطنين، التسعير بالدولار. شو صار اليوم حضرة النقيب بهاليومين تحديدا؟ يعني هيدا القصة إلى فترة عم تتداول بالوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة، بس الحقيقة في مغالطات كتير باللي عم يطلع بالإعلام. مش مزبوط أنه الشركة الوطنية الميدل إيست ونقابة أصحاب وكالات السياحة والسفر هي عم تعمل ضد مصلحة المستهلك، أو نحن عم نتفقين نحن والشركة الوطنية لحتى نغلي الأسعار اللي هي مش واردة أبدا، أو لحتى نضر بأي خطوة من أم فيها للمستهلك. انت عم بترد على الاعلام هلا اللي كتب؟ انا عم برد على الاعلام لانه بحب اوضح هالقصه. هيدي اتهام باطل وغير دقيق. طب ليه ما بنبتدي نحكي السياحة والسفر؟ نعم. والشركه الوطنيه هي بخدمه المواطنين اللبنانيين وبخدمه السياحه اللبنانيه. طب كيف انتم بخدمه المواطنين اللبنانيين وبخدمه السياحه؟ نعم. ويقال انه انتم ضغطتوا على شركه طيران الشرق الاوسط الميدل ايست لحتى تسعر بالدولار. هذا اللي عم بوضحه. لا اقول لك شغله، نحن من وقت ما بلشت هالازمه في عنا مشكل، في عنا مشكل نحن وشركات الطيران. مشكلة بيتشابه مع كل المشاكل اللبنانية، مشكل مثل المشاكل الاقتصادية اللي هي انعكست على كل القطاعات بلبنان. نحن من الأساس من أول يوم كان مطلبنا واحد بكل الاجتماعات وبكل التواصل اللي عملناه مع شركات الطيران، هو توحيد معايير التعامل، توحيد الدفع بين شركات كيف؟ ليش؟ شو عم بيصير بالواقع؟ بين شركات الطيران وبين مكاتب السياحة والسفر والمستهلك. شو عم بصير؟ نحن تابعين لمنظمة اياتا، منظمة الطيران الدولي اياتا، اللي هي بتتعامل بالدولار بكل بلاد العالم. وبتجبركم تدفعوا بالدولار؟ بتجبرنا ندفع بالدولار، بس بال 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 بالبلاد اللي فيها استقرار مالي واستقرار اقتصادي ما مش عارفين. نحن قلنا عم نتعامل بهالشكل هيدا من 20 سنة لهلا، ما شعرنا بأي إحراج أو بأي تقصير مع الأياتا أو مع شركات الطيران. المشكل اللي صاير إنه بس استجدت الأزمة وصار في بازل بالتعامل مع المصارف، وصار في سعر رسمي للدولار وسعر من صيرفي، فرقت علينا كتير نحن. القانون بيجبرنا انه نستوفي باللبناني، بس صار شركات الطيران تبيع باللبناني مباشرة من مكاتبها بالسعر الرسمي. شركات الطيران لكل البلدان يعني شارك بالسعر الرسمي هون هلا، بس استجدت الازمه. انا عم بقول لك بالمقابل نحن بدنا نشتغل باللبناني على سعر صيرفي، في بدنا نستوفي لبناني وندفع دولار، اللي هو بيعمل فرق معنا بال 40 و50%. واليوم عم بيقولوا انه دولار 2500 يمكن صارت 50 و55% فرق. نحن مشكلتنا الوحيده ما قلنا دخلي لا بقوانين ولا بتشريع، نحن عملنا طلب واحد، توحيد التعامل بين شركات الطيران وبين مكاتب السياحة والسفر. هيدا هو المطلب الوحيد، ما عندنا غير مطلب. هلا صار في اتصالات وصار في تواصل مع شركات الطيران، استعرضنا كل الحلول ما وصلنا لحل. لهالسبب حكينا مع مراجع كبيرة، حكينا مع فخامة الرئيس، حكينا مع كل المراجع المعنى توحيد، اللي هو توحيد التعامل بين شركات الطيران ووكالات السياحة والسفر
والمستهلك. بس انتم مشكلتكم مع اياتا اللي بتجبركم تدفعوا بالضرائب. نحن بتجبرنا مع اياتا. انتم مع اياتا اكيد. هيدا 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 هو ما كلنا كلنا يعني ما فينا نكفي ما فينا ما يعني استفائنا نحن لبناني وصرفه لو تحويله لدولار معناتها عدم استمراريه لهالقطاع هيدا. بس اياتا يعني هيدي شركه عالميه. اياتا شركة عالمية المفروض انه نحن يعطونا يا يشرعوا لنا اياها الدولة او البنك المركزي انه نحن نصير لنا سعر صرف محدد ثابت لحتى نقدر نستمر، والا هلا عم نعمل مساعي لحتى يصير كل الدومين كل القطاع باللبناني، نقبض باللبناني وبندفع باللبناني. هيدا هو المشروع الوحيد اللي عم نقاتل كرماله هلا، ما بقي لنا غير شيء. نعم. يعني كل الحلول استنفذناها ما وصلنا لنتيجه. عندنا طلب واحد هي توحيد التعامل. نعم. بين شركات الطيران توحيد التعامل لانه المواطن بيقدر يحجز على اي شركه بالعمله الوطنيه وانتم ما بتقدروا تحجزوا الا بالدولار. خلينا نفسر للمستمع. نعم. لان اياتا شركه الطيران طبعا هي بتجبركم تتعاملوا بالدولار. طيب اليوم شو عملتوا انتم مع شركه طيران الشرق الاوسط؟ انتم عم بينقال نسقتوا مع شركه الطيران وصار في تفاهم مشان هيك طلعت بيان انه هي بدها تتعامل بالدولار، وعم بينقال انه صار في ضغط كتير كبيرة عليها. استعرضنا عدة حلول. كان فيها مطبات قانونية ومطبات فنية. المطبات الفنية هي مع السيستم مع الاياتا، والمطبات القانونية هي مع القانونية مع الدولة بلبنان، لانه وزارة الاقتصاد بتجبرنا انه نستوفي باللبناني وقلنا ولشركات الطيران، بينما نحن عم نستوفي باللبناني وعم ندفع بالدولار بخمسين وخمسة وخمسين بالمية فرق. استعرضنا كل الحلول، بالاخر توصلنا مع شركات الطيران، مش بس مع الميدل ايست لحالها، مع جميع شركات الطيران العامله بمطار بيروت، انه تقبض بالدولار. نقبض بالدولار نحن، ما منا نحن اي حل ماشيين فيه بيقبضوا بالدولار بنقبض بالدولار، ببيعوا باللبناني خلينا نبيع باللبناني، ما عندنا غير مطلب ابدا. طلبتوا وهذا حقكم، بس كمان يعني في مخالفه فاتحه للقوانين. ما لي دخل بالقوانين، نحن ما لنا دخل بالقوانين. على شركة طيران. نحن في قطاع عم ينهار. نعم. في قطاع في 5000 موظف، في قطاع عم ندفع نص معاشات فيه، في 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 وكالات سياحة وسفر أقفلت أبوابها، في موظفين ما عم بيقدروا يدفعوا مستحقاتهم للبنوك، يعني كلنا بهالدوامة هيدي. ما نحن منا تعامل واحد، ما منا أكثر من هيك بس. نعم. بالقانون بغير القانون، يعني اسمحي لي، جمعية الصناعيين طلعوا عند دولة الرئيس، والزراعة طلعوا عند دولة الرئيس، وقطاع السياحة هو أهم صناعة بالبلد، يعني ليش عم بيهمشوا هالقد؟ وهو القطاع الوحيد اللي عم يدخل عملة صعبة على البلد، وهو القطاع الوحيد اللي الكونتريبيوشن تبعه بالدخل القومي أكبر نسبة، بشكل 20-21% كان. انه المفروض يلاقوا لنا حل بالتشريع بغير التشريع، بس المفروض انه نحن نكون متساويين بيننا وبين شركات الطيران. ايه بس اليوم يعتبرونا مستهلك. صحيح. ليش شركات الطيران ما بيخلونا نروح نشتري من عندهم من دون الاياتا، بنروح نشتري من عندهم باللبناني، ما نحن مستهلك كمان. طب الحل يعني اخراج الحل كان مخالف لقانون النقد والتسليف اللي صار بينكم وبين شركه طيران الشرق الاوسط. هيدا يعني هيدا حل كان على حساب المواطنين. لا الحقيقة، لا لك الحقيقة، خلينا نقول الحقيقة بعد موجز أخبار. خليني لك الحقيقة قبل الحقيقة. الحقيقة أنه كان هيدا حل آني، حل مؤقت لوجود الحلول التقنية والفنية مع الأياتا. نعم. مزيد من التفاصيل حول هالموضوع، اتصالاتكم أصدقاء المستمعين. رح يكون عنا كمان وزير السياحة الحالي رمزي مشرفية ووزير السياحة السابق فادي عبود بسياق هالحلقة. خدمات كتيرة بتوفر مع جهد ووقت مع A to Z. إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع البلاط والباركي. A to Z، صيانة عامة، حراسة، أمن وحماية أفراد ومؤسسات. A to Z، تنسيق حدائق، رش مبيدات وجمع نفايات. A to Z Services، دورة شارع كرومو، 01-259-259-70-341-555. مسافرين الكرام، منرحب فيكن على متن الخطوط الملكية المغربية، ومنعلمكن عن بدء تخفيضاتنا الكبيرة على تذاكركن.
حجزوا راوند تريب على أفريقيا ابتداء من $550 بس. المقاعد محدودة والعرض خاضع لشروط الخطوط الملكية المغربية. اتصلوا فينا اليوم أو بوكالة سفركم. الخطوط الملكية المغربية لأحلامكم أجنحة. أسعدتم أوقات موجز للأخبار من صوت لبنان. صوت لبنان استعادت حريتها وكرامتها. الهيئة العامة للتمييز ترد دعوة ضبي وتؤكد صوت لبنان للأشرفي. دياب يلتقي وفد مؤسسة التمويل الدولية عصرا، ووفد صندوق النقد يبدأ لقاءاته الخميس. نقيب الصرافين لإذاعتنا: تطبيقات خاصة بالدولار تتلاعب بالسوق وتحدد الأسعار، وتأثيرها مميت إذا لم يتم وضع حد لها. الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل لإذاعتنا: وضع الليرة المتدهور سببه الغموض في خطة الحكومة التي عليها أن تحدد أي هوية اقتصادية تريد للبنان. جنبلاط يسأل نصر الله: هل يمكن تحييد التحالفات السياسية جانبا ووضع حد لحالة التسلط على قطاع الكهرباء؟ النائب بلال عبدالله يكشف أن موازنة 2020 لم تصدق حتى تاريخه ولم تصدر في الجريدة الرسمية، ويأمل أن يكون المانع خيرا. وفاة شخصين اختناقا جراء حريق داخل منزلهما في عرب صليم. مسلحون اقتادوا مواطنا بقوة السلاح من داخل منزله في بعلبك إلى محطة محروقات يملكها في دورس، وأرغموه على فتح الخزنة وسرقوها. 7 قتلى و11 جريحا في انفجار شاحنة صغيرة في كولومبيا. حصيلة وفيات الكورونا في الصين ترتفع إلى 1868 شخصا، ومدير مستشفى ووهان من بين الضحايا. نقطة على السطر عبر إذاعة صوت لبنان. اليوم مع ضيفنا نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود، رح ينضم لنا بعد شوي وزير السياحة رمزي مشرفي. اليوم شركات طيران خاصة أبدت استعدادها لقبض سعر التذاكر من المكاتب بالليرة مسبقا ولفترة شهرين مقبلين، بينما عم ينقال ممثلو بعض شركات طيران الخاصة بلبنان عم يلتفوا على قوانين مع النقابة، نقابة أصحاب مكاتب السفر، وعم يدفعوا باتجاه القبض بالدولار. شو ردك على هالكلام؟ يعني هو المشكل انه شركات الطيران الأجنبية عم تقبض بلبنان وفي عندها صعوبة بالتحويل لبرا من وراء تدابير البنك المركزي، وبعدين هن كل تكاليفهم بالدولار الشركات الأجنبية، والمفروض يتحول لهم كل شهر. هون في عنا مشكلة تانية كمان، مشكلة تانية يعني الشركات، نحن بندفع للشركات بواسطة مؤسسة اسمها البي اس بي، يعني مثل مقاصة لشركات الطيران، بندفع بنحط لهم اياهم بالسيتي بنك. السيتي بنك بالايام العادية كان يحول لكل شركة مصرياتها، هلا اليوم في تعسر بالتحويل وفي عندهم مشاكل. بس الشركات الأجنبية 80 أو 90% من مصاريفهم بلبنان هن بالدولار، المفروض هن عندهم مصلحة أنه يقبضوا بالدولار. أصلا في شركات أجنبية ما باعت لبناني أبدا، يعني بعدها عم بتبيع بالدولار مثلنا مثلهم يعني. طيب اليوم أنتوا شكرتوا رئيس الجمهورية وشكرتوا طيران الشرق الأوسط، عشو شكرتوا هون؟ يعني عشو شكرتوا طيران الشرق الأوسط؟ يعني نقابة مكاتب السفر رحبت بالقرار بحجة توحيد السعر بعد ما كانت عم تطالب بتوحيد السعر بالليرة. هون صار في حكي كتير على هذا. نحن طلعنا عند فخامة الرئيس لحتى يتصل بالمعنيين، واتصل مثل ما عرفنا بعدين انه اتصل بحاكم مصرف لبنان وحكى هو بقطعنا. بس هون صار في تأويل على فخامة الرئيس، انه قال طلب من البنك من الحاكم انه يمشي لنا شغلنا بالدولار. هذا شيء مش مزبوط. انا مع الكتاب اللي شو طلب اللي وجهناه لفخامة الرئيس، طلب
استدراك الخطأ والعودة إلى إصدار أسعار بطاقات السفر بالعملة الوطنية، كما إيفاء ثمن وجع نحن وياهم وزيت الهموم وزيت المشاكل. بس نحن كل عمرنا شركة نحن وشركات الطيران، وكل عمرنا على يقين ومقتنعين أنه sooner or later منا نوصل لحل مع شركات الطيران. أنا هيدي قناعتي وهيدي قناعة المجلس بالنقابة، بس لا نحن دعينا. في بعض الزملاء من النقابة اللي كانوا موجودين اللي أنا بقدرهم وبشعر وجعهم، بس في قسم كبير كمان معليش خليني أقولك أنه مش بالنقابة، هلا مرخصين غير مرخصين ما بعرف، بس أنه مش بالنقابة. وهذا مش قرار ما يعني نظفت النقابة نفسها من هيك أشخاص كنتوا عم بتطالبوا قبل، أنه في كتير مكاتب غير مرخصة عم بتشوه سمعة هالقطاع. صح صح. واللي صار مؤخرا بهالإطار هيدا مشروع بتركيا هيدا مشروع بعد منسينا رحنا يعني فيه لبعيد نحن والوزير أفيديس، وبس لسوء الحظ يعني هون الوزارة بتتغير بين ليلة وضحاها، قطعنا أشواط كبيرة بحصر التعامل بوكالة السياحة والسفر للمكاتب المرخصين حصرا من وزارة السياحة. وزارة السياحة على أيام الوزير أفيديس اشتغلت ومشكورة، بس أنه هلأ وقف. بقدر أنه نحن لا نستمر فيه مع الوزير الحالي لأنه عنده هالتوجه هيدا. الوزير الحالي وزير السياحة رمزي مشرفي، صباح الخير معالي الوزير. صباح النور إليك ولا ضيوفك. يعني اليوم بحثت مع النقابة بمشكلة عدم توحيد تسعيرة بطاقات السفر، وعندهم مشكلة كتير كبيرة ما يقدروا يستمروا في مشكلة بالبلد، مش بس عندهم عند غيرهم كمان من القطاعات. اليوم حضرتك مسؤول عن القطاع وعندك مشكلة بسعر الصرف، كيف بدنا نحله وشو توجهك للحل؟ مثل ما تفضلت قلت المشكلة هي عم بطال أكثر من قطاع بحل البلد. ولما نتفضلوا النقابة مبارح لعندي بوجود الأستاذ جون شرحوا لي الموضوع يلي أنا كنت أساسا بصورته وكنا عم نشتغل عليه على الويك أند كمان. المشكلة أنه مثل ما شرح لك أنه في عنا سعرين لحق التيكتس بالبلد، بالإضافة للي كان عم بيحكي أنه المكاتب اللي غير مرخصة يلي هي هذا موضوع آخر. السعرين الموجودين هلأ بده يجي الحل كبارت للحل الكبير يلي هو له علاقة بسعر صرف الدولار بالنسبة للمؤسسات اللي مفروض الدولة تدعمها. يعني نحن عنا الأدوية، عنا المعدات الطبية، عنا البنزين، عنا الخبز، كله هيدا تابع لنفس المشكلة. وأنا من بعد ما تفضلوا لعندي وظهروا حكيت مع دولة الرئيس يلي عم بتابع الموضوع، وحكيت مع سعادة المدير محمد الحوت، واليوم الله راد رح يتم اتصال بين رئاسة الوزراء والأستاذ محمد لحتى نعالج الموضوع هيدا. الموضوع بده معالجة أساسية، يعني مثل ما حكيت امبارح ما بدنا نكون عم نبني بس على مراحل بسيطة هلا نحل المشكلة اليوم نرجع نوقع بالمشكلة بكرة. الحل هو على صعيد البلد ككل، وديش بيقدر يحمل مصرف لبنان انه يدعم بعض قطاعات بظل الظروف المالية. بس الحل برأيك لازم يكون بالتشريع، لأنه بكل بلدان العالم يعني بيع التذاكر بيكون بالعملة المحلية وبالدولار كمان. هو المشكلة مثل ما شرحت له لأستاذ جان مبارح، هي الكنترول اللي صايرة مع العيادة من الأساس ما كان مفروض تكون بالدولار، مفروض تكون بالعملة المحلية. نعم. هل ممكن الكنترول الأساسية تبعنا مع العيادة كانت بالدولار بالعملة الوطنية ما كنا وصلنا لهم؟ يعني في تخبيص كان بهالملف بكل دول العالم، في بالعملة المحلية وبالدولار، بلبنان فقط بالدولار. لا، مع ما في بالعملة المحلية وبالدولار، بكل بلدان العالم بعمل بالبلد. نعم. مع الآياتا يعني بإنجلترا ما معقول يكون في عندهم تريتي مع الآياتا على الدولار والإنجليش باوند، باليوروبيان زون بتكون باليورو ما بتكون بالدولار وباليورو. نعم معالي الوزير، بشوف هيدا هو الحل، يعني إعادة اليوم الكونترا مع الأياتا هو الحل لهالمشكلة. الحل الأنسب أنه كل
الاتفاقيات اللي عملتها الدولة اللبنانية تكون بالعملة المحلية. نعم. في كمان مداخلة من نقيب، تفضل جعبود، شو بدك تقول للوزير؟ صباح الخير معاليك. صباحا. يعطيك العافية. أول شيء بدي أشكرك على اهتمامك السريع. وثانيا بما يختص باتفاقيات مع الأياتا، هي العملة الوحيدة للأياتا وورد وايد هي دولار، بس بكل بلد في conversion rate للعملة المحلية، في ROE rate of exchange. بالبلاد اللي هي عندها استقرار، عندها استقرار اقتصادي وهيدا، نحن من 20 سنة لليوم من بعد ما صارت الأزمة المالية ب92 نحن عم نتبع، اعتبرنا انه اللبناني والدولار هو لانه ما كان فيها الفرق بالتسعيرة، ولا يوم شعرنا كنا نقبض لبناني وندفع الدولار، ما كان يوم عندنا هالهواجس هيدا ابدا. بس بكل بلاد العالم في rate of exchange بيتحول من العمله المحليه للدولار. اذا نحن ما نفوت على سيستم الاياتا هي التسعيره بالدولار، بس بكل بلد بتسعر، بمصر بيسعروا بالجنيه وبيسعروا بالدولار، بالسودان بيسعروا بالعمله، هيدا اللي قصدته. الريت بيكون ثابت، هيدا هو، بس انه الكونسبت تبع الاياتا صح مزبوط، بس الكونسبت تبع الاياتا هو الاستيفاء بالدولار، هيدا هو الفرق. ونحن ممنونينك على جهودك ومتأملين. نحن ما رح نقصر بأي طريقة، بس تعرف أستاذ نعم يعني هي المشكلة يعني منا وليدة هلأ، ومشكلة لها علاقة بكل القطاعات بالبلد، وبدها تكون بارت من الحل الشامل حتى ما نكون مثل ما حكينا مبارح نكون عم نرقع من ميل ونرجع نعلق. بس أنا بدي أرجع كرر طلبي لإلك معاليك، انه الحل الشامل it seems انه او it might بياخد وقت، يمكن الحل الوقت اللي اقترحناه امبارح اكيد هذا اللي رفعته لدولة الرئيس ومع استاذ محمد يلي اليوم بده يتكمل دراسته مثل ما وعدكم امبارح. نعم بس اليوم الحل لازم نحن ان بتوين بالمرحله الانتقاليه انه نحن يصير نشتري من المدنيس وجميع شركات الطيران باللبناني، وانا ممنوع باللبناني، وهذا يلي انا رفعته لدوله الرئيس ولاستاذ محمد ويلي اليوم بده يكملوا. جاوب معك استاذ محمد نعم، بس اليوم في حضرتك مسؤول عن القطاع، واليوم شو المبررات القانونية اللي دفعت شركة طيران الشرق الأوسط إلى اتخاذ هالقرار المخالف كما لقانون النقد والتسليف؟ نعم. على كل حال أنا بدي أشكرك وزير السياحة رمزي مشرفية، أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت لبنان. يعني هذا موضوع مطروح ورح نطرحه كمان مع ضيفنا الوزير السابق فادي عبود، أنه خالفت قانون النقد والتسليف، خالفت القوانين بعرض الحائط وطلعت قرار أنها تقبض بالدولار، وهذا كمان موضوع لازم يكون متابع من قبل المعنيين. اليوم دفع الوزن الزائد بالمطار ممكن يندفع بالليرة؟ هذا سؤال لإلك كمان. الوزن الزائد كمان بيندفع طبعاً بالليرة؟ طبعا الوزن الزائد والتاكس بيندفع باللبناني، لأنه هيدول بيندفعوا بلبنان. نعم. اليوم بوقت طلع القرار يعني لحظات أو ثواني أو دقائق شفنا الناس هجمات على أنه تشتري بطاقات السفر باللبناني. طب هيدي دايما في علامات استفهام، هل طلع القرار لحتى نبيع بطاقات؟ يعني في سؤال مطروح. لا لا مش يعني برد، مش برد يا أختي، ما في مصلحة ولا لأي شركة طيران أنه تبيع باللبناني. هلا القانون بيجبرها، بس كلفة وبيع باللبناني كلفة شركات الطيران كتير عالية كتير عالية، يعني أقل ساعة طيران بتكلف $8,000، كلفة على شركات الطيران كتير عالية، مش من مصلحتهم يقبضوا باللبناني. وفي عندهم مستحقات، في عندهم محطات برا، في عندهم انستولمنت للإيرباص، في عندهم 100 مصروف بيدفعوا 80%. أكيد أنا أكيد 80% من الشركات هي اللي عاملة بمطار بلبنان، 80% من تكاليفها من الكلفة تبعها هي بالدولار. ما قالوا المصلحة يبيعوا بالدولار، حقيقة ما قالوا المصلحة يبيعوا بالدولار، كلفتهم كتير عالية وكلفتهم عم يدفعوا بالدولار. نعم. يعني الميدل إيست يمكن في عندها نسبة دفع باللبناني أكتر، لأنه بتدفع تاكسات بمطار بيروت، بس هون الفيول بالدولار، الهاندلينج بالدولار، كل الاتفاقيات مع شركات طيران بالدولار.
نعم. طيب الاتفاقيات عم بتصير بالدولار يعني والبيع مفروض يكون باللبناني بدل ما تتعالج القضية كان القرار سريع. حضرتك عم بتقولي انه هيدي شيء متفق عليه لحتى اللي يجيبه مش من مصلحتهم يعني بيعمل. هذا يعني علامات استفهام يعني طرحت هون اليوم كأن في يعني شيء هون اتفاق هون التضليل بالإعلام هون التضليل في مشكل حقيقي بس الإعلام عم بيضلل في مشكل حقيقي مش عم نقول لا بس انه كل واحد بيحكي بيستنتج على 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 ذوقه ما المفروض. طيب اليوم شو وضع القطاع اذا بقي الحل غايب او مأخر يعني قديه بتقدروا تستمروا يعني اليوم عم نقال في 600 عائلة عايشين من هالقطاع ومش قادرين يكملوا مجبورين 6000 عائلة مش 600 عائلة 6000 عائلة 6000 عائلة نعم عايشين من هالقطاع ومش رح تقدروا تكملوا قديه بتقدروا تصمدوا اليوم ما عم في 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 مكاتب سكرت في مكاتب طلعت نسبة كبيرة من الموظفين كل المكاتب على على العاملة على الأراضي اللبنانية عم تدفع نص معاش يعني قديش كل واحد حسب حسب يعني القوة المالية اللي عنده إياها الاحتياط اللي عنده إياه يمكن شهر شهرين بس إنه على التوالي في شركات كل شهر بعد شهر عم تتراجع وعم بتسكر. نعم مستقبل اتصال أنا وياك من معنا. صباح الخير. يا أهلا وسهلا مدام. من شوي قلتي لضيفك أنه ضغطوا على الشركة الميدل إيست والآخرة كيف تكون تجمع لناس في لبنان يضغط على أكبر شركة وطنية بيملكها مصرف لبنان هو ضحية ضيفك هو ضحية ضحية الشيء اللي وصلينه كان معروف أنه وصل له يعني هو بلش يتغير سعر الصرف من فترة طويلة من عدة أسابيع ومصرف لبنان منع الناس يطلعوا دولارات إلا للدواء وللطحين من عدة أسابيع فهو الشيء هذا كله وصلين بس ما حدا من المسؤولين شايفه وبيتركوا الناس لحتى يقعوا ويصلوا لردة الفعل. إيه بس نحن منعرف نعم بس قرار اللي طلعته شركة طيران شرق الأوسط هو بيخالف قانوني النقد والتسليف وحماية المستهلك يعني اليوم وفي إلزامية من وزارة الاقتصاد إنه تندفع التسعيرة بالليرة اللبنانية وهذا بقرار بيخالف أبسط معايير سيادة العملة اللبنانية المرتبطة بأحد وجوهها يعني اليوم لما بتطلع شركة وبتطلع إنه القرار دفع بالدولار ومخالفة للقوانين وضاربة بعرض الحائط حماية المستهلك ومصلحته والتعاميم. طب اليوم شو منكون عم نعمل بدل ما نتوصل اللي عم نعمله هلأ نتباحث شوف كيف بدنا نطلع الحل القانوني اللي لازم يتطلع من خالف القوانين منطلع هيدا قرارات يعني هيدا علامات اليوم مطروحة مدام ضيفك ومن يمثل هن ضحية ضحية البلادة والكسل في هذه الدولة شو وصلين له معروف من زمان استقال سعد الحريري أخذ رئيس الجمهورية 6 أسابيع ليكلف حدا ليمن الاستشارات رجع تكلف حسين دياب أخذ 6 أسابيع ليقلف وزارة رجع أخذ 11 يوم ليعمل بيان وزاري ما حدا قريب رجع هلأ عم بتعمل لجنة لحتى يشوف كيف تسدد الأوروبوند ولا ما تسدد جماعة كسولين بلدين مش بس فساد كسل وبلادي وارتجال وجهل وهلأ وزير السياحة بتلسن بيقلك fix rate of exchange كيف fix it مش مظبوط سألي ضيفك بيعرف أكثر من وزير السياحة بهالموضوع كسل وارتجال وبلادة. شكرا أنا بشكر شكرا لك كمان أصدقائي المستمعين. في اتصال جورج. على كل حال اليوم سبب المشكل اللي وصلنا له هو عدم المعالجة الجذرية والوضع الاقتصادي والمالي اللي هو من سنوات بيتراجع وهلأ وصلنا إلى ما وصلنا لقله. طيب اليوم خلينا نحكي نحن وياك عن الحل فقط هو إعادة النظر بالكونترايات يعني اللي معمولة مع آياتا لأنه الحل غير مطرح ما في دولارات ولا في أموال بلبنان ما في إعادة نظر مع الكونترا هي كونترا بس لا تخلص مدة دائما ما تبطل هو المحك على على سعر على على الريت اوف اكسشنج مش غير شيء ما في الكونترا هي هي الآياتا عندها قوانين وفي شروط وفي علينا وفي عليا طب من ما يتحمل المسؤولية وعليا وعلينا موجبات بس انه هي المشكلة هو قص صرف الليرات بس قال الوزير انه بيتحملوا مسؤوليات يعني قبل اللي ماضيين هالكونترايات ما انه على اساس انه لازم تندفع بالعمله اللبنانيه 20 سنه بالنسبه للمستهلك وبالنسبه للبنانيه كان في استقرار بسرعة السالف ما كنا نشعر بشيء. مستقبل اتصال مين معنا؟ صباح الخير مدام. يا اهلا وسهلا تفضل معك مواطن. انا بشتغل ب
بشركه شحن بالمطار. مدام مش بس مكاتب الطيران، هن مكاتب السفريات هن كمان خسرانين، يعني كثير شركات شحن سكرت وكثير مكاتب تخليص وترانزيتريه كمان سكروا بالمطار بسبب غلاء الاسعار اللي كانوا عاملينها. وعبرك من زمان كمان كنا ننادي انه لازم طيران يخفض الشحن، ولانه القطاعات الانتاجيه منهم الصناعيين ومنهم الزراعه ما حدا كان يفتش عن هذا الحال، لانه هيدي الحلول كانت كمان بتجيب دولارات على البلد، يعني منا التصدير لبرا كان بيجيب مصاري على البلد. بس عنا نحن لانه الميدل ايست يعني ما بقرار شخص بس مجلس اداره لشخص واحد، هو بيقرر الاسعار طلوع ولا نزول. سبب هيدا المشكله هلا كمان، يعني صار جزء من المشكله صار بالبلد انه طيران الميدل ايست ما بيخفض اسعار لدعم القطاعات. يعني بنروح نحن للزراعه بالدوله بصير بدها ترجع تدفع تعويضات، اخي ليش بدكم تدفعوا تعويضات؟ خفضوا الشحن، شوفوا التجار الخضره كيف تشحن لبرا الخضره اللبنانيه. بس هذا الشيء بدك تشوفي سياسه الدوله، مين في وراء، مين مغطي، مين دعمه، ما حدا بيساله. يعني ما حدا اجى ساله ليش عملتوا هيك وليش اخذتوا هذا القرار لحد هلا، يعني ما راح حدا استجوبه وبس حكيوا انه بليز رجع تراجع عن القرار. ما هذا الشيء معيب، يعني جدا معيب، يعني شخص يجي ياخذ قرارات شمال يمين ويفوت العالم حيطان. نحن كلنا صرنا ضحيه، يعني عم تطلع براس المواطن اخر شيء. نحن كل القطاعات كلها بتضرر من ورا قصه الدولار، لانه هن عودونا على الدولار، يعني هن عودوا كل شيء تجارات وكل شيء. يعني بحياتنا ما كنا نسال اذا بدي اروح اسحب دولار ولا لبناني على الاي تي ام، هلا صرنا لا راكدين وين في دولار بدنا نلحقه. ما هذا الشيء عن جد خطير ومعيب، وما حدا بعد هلا شكلوا لجنة أزمة، يعني بعد ما شفنا حال من القطاعات كلياتها، غير بيقولوا لك إنه إيه في حال بس بده يشمل. نعم شكرا. عم بيروح الخط ويجي. بدي أشكرك كمان، مستقبل اتصال، مين معنا؟ ألو بونجور. بونجورين. بونجور إليك ولا ضيوفي. يا هلا. بس كنت بدي أسأل عن الموضوع اللي نحكي عنه ضيفك، إنه اللبنانية شركة الميدل إيست بتدفع كل شيء تاكس وكل شيء برا بالدولار. شركات الطيران الأخرى اللي عم تيجي لعنا على البلد عم يدفعوا بالدولار ولا بالعملة اللبنانية؟ عم يدفعوا بالدولار. بيدفعوا بالدولار، طب هيدي اللي عم يدفعون ليش ما بيدعموا فيهم للشركة لحتى تترك كل التيكت باللبنان؟ أنا كنت عم بحجز هديك النهار على الميدل إيست، لقيت التيكت 500,000، بعد يومين ما طلعوا القرار رجعوها على اللبنان صارت مليون، يعني الدوبل. نعم. هذا الحل اللي طلعوا ولا تراجعوا فيه ولا سمعت؟ يعني أسئلة موجهة لضيفي، تفضل نقيب أصحاب مكاتب تفضل. هلا يعطيك العافية حبيبي، في قسم من مصاريف شركات الطيران تدفع باللبناني، بس القسم الكبير بنا بيدفع بالدولار، يعني تاكس مطار بيروت بيدفع باللبناني بطبيعة الحال، بس غير مصاريف بتدفع بالدولار. ويعني والكلفة اللي بيدفعوها بالدولار هي بحدود 80-90% من مجمل الكلفة تبع كل شركة طيران. قصة التذاكر يعني ما بعتقد انه صار هالفرق لحديت هلا، السعر هو ذاته يعني، والشركات التزمت بالسعر، بس هو اللي عم يعمل الفرق هو انك تدفع باللبناني على سعر الصرف الرسمي او تدفع عنا نحن بمكاتب السياحه والسفر على سعر الصيرفي، هيدا هو اللي عم يعمل الفرق. طيب شو صحه ارتفاع سعر تذاكر السفر هلا بعد الغاء قرار؟ ما في مش مزبوط ابدا، هيدول اللي انحط بالاعلام هذا فوتوشوب. ايه عبر الواتساب فوتوشوب والتواصل الاجتماعي. نحن خبرا بنعرف بعده السعر هو نفسه، فوتوشوب بعدها هي زيت الاسعار، الفرق هو بسعر الصرف ستو، ما في غير فرق. نعم، على الخط مباشره وزير السياحه السابق فادي عبود. صباح الخير. صباح النور لك ولضيفي. في مشكله اليوم كتير كبيره بالاضافه الى المشاكل الاخرى، هو تيكت الطيران. يعني اليوم عندهم مشكلة مكاتب السفر والسياحة، ويعني وهيدي رح تخلق يمكن تسكير 6,000 عيلة انهم هن عم بيعتاشوا من هالقطاع. وين القطبة المخفية؟ شو المبررات القانونية اللي قامت فيها شركة طيران الشرق الأوسط انها تطلع قرار القبض بالدولار وترجع تتراجع عنه؟ يعني اليوم وين القطبة المخفية بهالقطاع؟ وليش نحن لبنان بدنا ندفع لأياتا بغير عملتنا الوطنية؟
ما بعرف شو دور اياتا بالموضوع. نحن بندفع لشركة الطيران الوطني. بالواقع المشكلة مثل ما انا فهمتها انه كان المواطن يقدر اذا اشترى ديريكت على الانترنت او راح على مكاتب مثل ايست ايرلاينز يشتري بالليرة اللبنانية وبيقبضوا منه بالليرة اللبنانية. اما صاحب شركة السياحة والسفر كان مفروض لا يدفع لهم بالدولار. بالطبع هيدي رح تخلق مشكلة طويلة وعريضة مثل ما تفضلت وقلت لألاف العائلات اللي بتعتاش من مكاتب السياحة والسفر. طبعا هيدي المشكلة أصبحت عالمية مش بأنه دولار أو عملة محلية، ولكن شركات السياحة والسفر صارت يعني شركات طيران عم بتضربهم، بمعنى أنه عم تبيع مباشرة إلى الناس. هيدي المشكلة اللي أنا فهمتها، وبعرف أنها انحلت هالمشكلة لأنه صاروا مستعدين يقبضوا كمان من شركات السياحة والسفر باللبناني مثل ما اللبناني المواطن عم بيدفع أو غير المواطن. المهم بالموضوع أنه نفكر اليوم نحن بظرف صعب ودقيق جدا جدا جدا. هل رح تبقى بيروت ديستينيشن على بيروت أغلى ديستينيشن بالمنطقة؟ يعني اليوم اللي بده يسافر على أي مطرح بالشرق الأوسط، على الأرنكة، على كل العواصم اللي حوالينا، بتلاقي شيلي الميدل إيست على جنب، بتلاقي السعر بالأير فرانس أو بالبريتش إيرويز أو بالإيطاليا أو باللوفتانزا على بيروت في بعض الأحيان ضعف أو ثلاث أضعاف السعر على العواصم اللي حولنا. هذا موضوع لازم نراجعه، سيما ونحن معنا خدمة كتير كبيرة يعني للشركات المنخفضة الثمن low cost. اجتنا مثلا راين اير، شفنا الأسعار، الفرق بينها وبين أسعار الشركات العادية، وإن شاء الله هلأ نقدر نجيب عدة شركات طيران لبنانية منها إيزي جيت، لأنه في محاولة لتجي إيزي جيت كنت أنا بلشتها من حوالي 9 سنين. لأنه نحن اليوم بحاجة شيري لي السائح على جنب. طيب كل اللبنانيين الموجودين بأفريقيا، كل اللبنانيين الموجودين بأوروبا هن مليونيري يا عمي، ركفوا الله الإيكونومي على جالا وعلى أكرا وعلى الليجوس 1200 1400 1600. في مطالب اليوم على الوزير، في مطالب اليوم إنه يتراجع سعر التيكت. طبعا هلا بفعل انهيار الليره اللبنانيه والقبض بالليره اللبنانية رح يتراجع سعر التيكت شوي، بس طبعا هيدي اذا واحد اشترى بلبنان. اما اذا خلي صححني النقيب اذا كنت على خطا، اما اذا اشترى من خارج لبنان فهمت انا بده بده يدفع بالدولار. نحن بحاجه الى اعاده النظر، مثل ما عم نعيد النظر اليوم بكل شيء اخر، بطريقة اللي كانت عم تتعمل المصارف فيها مع اللبنانيين، بعدة مواضيع، بإنتاجنا للكهرباء إلى آخره إلى آخره. نحن بحاجة لإعادة النظر. هل نحن اليوم رح نقدر نترك ديستينيشن بيروت أغلى من أي ديستينيشن حول منا ونحن يا جماعة على عتبة الموت من الجوع؟ حدا يخاف الله. بدنا نظرة جديدة كليا هجومية جاي لحقيقة تتعامل مع المشكل بطريقة ذكية. فبالتالي بدنا نشوف كيف بدنا نزيد المسافرين إلى لبنان. إذا قدرنا أمننا أسعار، خلي نركز شوي على مغتربين بكل بلدان العالم، بدل ما يجي مرة بالسنة خلينا نشوف كيف يجيبوا 6 مرات بالسنة، خلينا نعمل له تيكت مثل ما موجودة على العواصم الثانية. هلأ في نقطة كمان أنا ما بحب يعني ردات الفعل الحاقدة. شركة الطيران الوطني نحن ما بدنا نكسر لجونحها، العكس هو الصحيح، بدنا نحملها على رموش عنينا. شركة بتوظف لبنانيين، بس كمان بدي ألفت النظر، يعني قال النقيب أنه مصاريفهم هن كشركة حوالي 90% بالدولار، مش صحيح. الغاز الطيران بالدولار وقطع الغيار بالدولار، اما المعاشات اللي هي بدي يعني منا هيني ابدا على 3-4 آلاف موظف مع شركات الحول المجلس كلها باللبناني. بعدين ما بنعرف هل مثلا بالنسبه لغاز الطيران
أو هل بالنسبة للقطع الغيار البنك المركزي عم بيعطيهم تسهيلات ليشتروا الدولار ب 1500؟ ما بنعرف. نحن ما بنعرف، بس بنعرف عندنا قانون، وهالقانون لازم نمشي عليه مع الوزير، مش هيك؟ حتما حتما. بس شو المقصد؟ ما فهمت. لا، الأصول إنه القرار اللي طلع هو مخالف للقانون. طبعا طبعا. نعم. ما في شك بهذا الموضوع. نعم. شركة وطنية لبنانية ما بتقبل عملتها، عملت بلدها. نحن ما بدنا نكسر لجوانحها، بس بدنا نمشي بالقانون، لأنه صار القانون بلبنان هيك وجهة نظر. طبعا وصفنا إنه قامت القيامة، وأنا بشكر يلي قوموا القيامة، وبتعرفي أنا عندي تاريخ بتقييم القيامة. طيب كيف بتشوف الحل؟ فإذن اليوم الحل البعيد هو رح يسكر مكاتب، والحل القريب ما ممكن يكون، لأنه وضعنا المالي والاقتصادي بالوين. المكاتب مش قادر تدفع بالليرة اللبنانية؟ لا، نحن عم نحكي إذا بدها تدفع. لا، نحن عم ندفع بالدولار معاليك، عم ندفع بالدولار يعني. نحن عم نطلب بتوحيد المعايير. أنا فهمت من تصريح فخامة الرئيس، أو من طلب فخامة الرئيس بالأحرى، انه طلب منهم يقبضوا منكم مثل ما بده يقبضوا من الشعب اللبناني باللبناني. مزبوط. هل هذا صحيح او لا؟ انا هيك فهمت، ونحن هيك طلبنا بالكتاب اللي وجهناه لفخامة الرئيس. بس وتشكرناه لفخامة الرئيس، بس ما بعرف انه شو صار، هل يطبق او لا. لحديت هلا بعد عم ندفع نحن بالدولار، وهن بيقبضوا على الكونت. ما بيجوز يعني، كأنه عم نلغي دور يعني مئات الاف الشركات بلبنان، عم نلغي له دوره. بعدين معليك، نحن في عنا التزامات، مش بس عنا مشكل بسوق قطع التذاكر، عنا مشكل بالبرودكت تبع الاوت جوينج. العالم بطل عنده باينج باور لحتى يقدر يسافر. عنا مشكل بالانكومينج، لانه بطلت عالم تيجي، مع انه هلا الظرف الليره اللبنانيه واطيه والمفروض يجوا، بس انه يعني عنا مشاكل بكل البرودكت اللي عنا. كنا نواجه مشاكل، بس تضل البرودكت مميز عن الثاني. نعم. مش عم نعرف نسوق لبنان، مش عم نجي نقول له نحن بتقعد تزلجوا بلبنان $600 بالعلم العربي وجمع التزلج. نحن اليوم اسعارنا للي جاي عم يصرف دولارات بلبنان من ارخص بلدان العالم. صح. صار فيك تروح على المطعم بريمير كلاس تشرب احسن مبيد وبيطلع عليك 60-70 أزيارة لبناني. نعم. طب مين وين المشكلة؟ وين المشكلة عند مين؟ ليش مش عم نعرف نسوق لبنان؟ هل هي بوزارات السياحة، بالوزراء المتعاقبين، بوضع البلد، بتركيب السياسية اللي عم بتصير؟ يعني في عناوين كتير لعدم تسويق لبنان. صحيح. هلأ المال مش موجود لتسويق لبنان. أنا بطلب من القطاع الخاص، بطلب من الجيوش الإلكترونية اللي تابعة لفلان وفلان وفلان وفليتان، بلشوا قولوا له للأردني أهلا وسهلا فيك بلبنان، تعا شم ريحة الحرية في لبنان. نعم. تعا شم، شوف كيف الثورات الشعبية بتصير، تعا تفرجوا على البلد، تعا حتى بالأزمات بدك شوية ذكاء out of the box بعملية تسويق. نعم. لبنان. شكرا. ونحن علينا مسؤولية كلنا كشعب. نعم. خاصة البلوجرز يعني. نعم. الجيوش الإلكترونية يلي عندها فولوورز بمئات الألاف. نعم. قلنا بدنا نحط ايدنا بايد بعضنا نسوق لبنان. شكرا لك. اهلا. شكرا لك الوزير السابق للسياحه فادي عبود. نستقبل اتصال، مين معنا؟ انا بونجور. بونجورين، كيفك؟ الحمد لله. بتعرفي بدي اقول انا شغلي، وهالمره رح احكي برواق، عاده بنفعل بس احكي تلمو بيكون قلبي معبى. قال في كلمه معالي الوزير، مش عم نعرف نسوق لبنان. هيدا كلمة، كل إنسان مرق بالسياسة اللبنانية مسؤول عن هيدي الجملة. ما عم يتسوق لبنان لأنه، ما بدي استعمل كلام نابع على الصبح، لأنه القيمين على لبنان حرامية. أنا بدي أحكي عن المطار وعن الميدل إيست. بسافر كتير بحكم شغلي. أنا صرت يمكن آخر كم سنة اضطر نقي شركات طيران، مع أنه غرامي الميدل إيست، غرامي ما بحس بالأمان إلا على هالطيران. صرت اضطر نقي ارخص. اخر مره رحنا على باريس تبهدلنا، وصلنا على مطار عيال اللبنانيه الساعه 11:30 بالليل، اللي موصله ابنه وتاركه وفالين، واللي جاي ما بقى معه ولا فرنك، مشان نرجع على بيروت. كان في ما بعرف شو اسمه، نسيت اسم شركه الطيران اللي فلست، كبوهم للبنانيه برا. هيك الازرق الفرنسويه قال ولا
قالوا له نظهروا نحن ما خصنا عم شغلكم مع شركة الطيران. مكاتب الطيران سكرت بوجنا. هلا ثاقبت أنا عندي بنتي هونيك رجعت مثل الشاطرة عبيريز. في ناس بكيوا إلا ملموا من بعضهم بس فرنجات تيمشوا تيظهروا. نحقامين على القيمين بهالبلد. صحيح يعني وصلت الفكرة. يعني أهلا وسهلا. هلأ لما بيجي بس بيقلك شغلي. تفضل. وين قصة الكاميرايات اللي قالوا حطوها مشين الكورونا؟ حدا سافر هلأ بهاليومين؟ ما في شيء. مزرعة. الناس ظاهرة مئات من الطيارات. ما في حدا قال له وينكم؟ الزون فرانش أغلى من برا. أنا اشتريت غرضين $30 أغلى من برا. صحيح. على كل حال بدأ حلقة عن المطار واللي عم بيصير. بس اليوم كانت حلقتنا محصورة بس بالتيكت يعني واللي صار بهاليومين. أنا بدي أشكرك وبنوعدك بحلقة عن اللي عم بيصير بالمطار ومع المواطنين. كمان ناخد فويس مسج. يعني نحن تعودنا على هالسلطة السياسية دايما في شيء وراء كل شيء بتعمله في شيء مخبى. بالنسبة لشركة طيران لبناني لح بعد شوي تكون ملك أكيد رح يتملكوها ورح يخصصوها كمان السياسية اللي موجودين عنا مع رأيي المتواضع. شكرا لإلك. كمان المشكل بالوزراء اللي عم بيمضوا عقود بالحكم وما عملوا شيء لصالح الوطن ولما بيصيروا خارج مناصبهم بيجيون الوحي وبيصيروا حريصين على مصلحة الوطن رقم بينتهي ب 88. اليوم بموضوع المعاناة اللي عم بتعانوها ومعاناة المواطنين أيضا بغلاء التيكت. يعني المعاناة المواطنين كمان عند أصحاب مكاتب السفر أوقات اللي غير مرخصين واللي ما نوضع لهم حد ويتعاملوا مع المواطنين وبيكبون وغيرها من العناوين اللي كتير الملف كتير كبير. بس اليوم عندكم العامل الأول إنه المكاتب عم تتعرض للمنافسة غير الشرعية وغير المتكافئة من قبل شركات الطيران، والعامل الثاني بالمادة 24 من موازنة العام 2020 طبعا. اللي أضافت فقرة إلى المادة 43 من القانون بدون ما نقول شو اسمه الضريبة على القيمة المضافة، يعني تفرض ضريبة على العمليات على أساس هامش الربح بلغ 10% من رقم الأعمال. ليش عندكم مشكلة؟ يعني الضرائب عم تتاخد منكم من هامش الربح هون؟ خليني أقولك يا هيدي الضربة القاضية طلع بموازنة 2020 كل عمرها شركة تذاكر السفر غير حاد على التفئة وشركات السفر وشركات الطيران غير خاد على التفئة لأنه شركة الميدل إيست صحيح أنه هي شركة محلية بس هي شركة عالمية شركة دولية. نعم. والشركات الدولية تابعين لمنظمة الإيكاو منظمة الأياتا. الإيكاو بمعاهداتها اللي هو لبنان عدو فيها يعني بمعاهدة أوكار لا يمكن أن يفرض ضريبة مضافة فات على تذاكر السياحة والسفر لأنه يعني شركة النقل هي مش شركة محلية هي شركة عالمية وفي تواصل في تواصل البلاد مع بعضها وتواصل أجواء لا يمكن. وبعدين حاطين قرروا انه هامش الربح هو 10%. طيب يا عمي نحن ما بحياتنا بنربح 10%. جامعة الفات كلكم كلنا كل شركات السياحة والفات والمالية بتعرف قداش الهامش الربح تبعنا. نحن هامش الربح تبعنا ما بيتعدى 2.5%. طيب طلبتوا من وزير المالية يتدخل ورئيس لجنة المال والموازنة يعني لاستدراك الخطأ الفادح؟ ما حدا استشارنا فيها. يعني احنا من بعد ما طلعت الميزانية حكينا فيها مع فخامة الرئيس ويمكن بدنا نعمل هلا عم نعمل لوبينج مع المختصين مع وزير المالية وهذا لا يمكن. هيدي خربان بيوت. لا لكم انتم كمان مستقبل اتصال. مين معنا؟ مرحبا. مرحبتين. معك محمد رواس من رواس سافل. يا اهلا وسهلا فيك تفضل. بس انا حابب اعمل مداخله صغيره على هذا الموضوع. نحن وقت ما نزلنا بالتحرك بس حابب اوضح له شغله للنائب استاذ جون عبود. نحن وقت ما نزلنا على التحرك نحن كنا مكاتب سفر مرخصين وانا اياتا معتمد من الاياتا. فبس مش معناتها اذا حدا مش منتسب للنقابه معناتها هو غير مرخص او غير منتسب للأياتا. طب ليش ما بينتسبوا للنقابة؟ يعني شو في مشاكل؟ لأنه كان عم بقول في نقطة إنه هو بحس بوجع الناس اللي كانوا اللي منتسبين للنقابة.
يعني اللي مش منتسبين لنا هذه هو الناس مش موجوعة، الناس مش عم تتضرر. نحن نزلنا وقلنا كلمتنا ونطرنا 4 أشهر وكنا تحت غطاء النقابي، مع انه نحن غير منتسبين للنقابي شيء مننا، فكنا تحت غطاء النقابي وما تحركنا ولا تحرك، وكنا عم نقول خلي النقابي تشتغل شغله، ومشكورة على كل شيء عملته، ما حدا عم ينكر. بس نحن لما نزلنا كل ما عم ننزل بيتبروا مننا وبيقولوا انه هول مكاتب غير مرخصة. لا، نحن مكاتب مرخصة، وانا عضو بالاياطة وانا نعم. كنت من الناس الموجودة تحت. شو ردك؟ تفضل. شو ردك؟ رواس يعطيك العافية. انا 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 قلت في اشخاص، قلت في اشخاص زملاء وعندنا ذات الوجع، وفي اشخاص منتسبين للنقابي، وفي اشخاص اياتا، بس في قسم كبير لن اياتا وما بعرف اذا مرخصين. انا ما حكيت غير شيء، انا بعرفك انه انت اياتا وغير منتسب للنقابي صح، بس انه بعرف انه انت اياتا، وفي كم عضو بعرفهم كانوا نعم. كمان بالنقابي انت غير منتسب، بس في قاعده من النقابي. طب ليه ما يعني مثلا ليش ممكن واحد ما ينتسب؟ منا منا اوردر ما نعم يعني ما نعم بيلزم. خلينا انا كمان فويس مسج. شكرا. بونجور لصوت لبنان، بونجور لجميع سبت الكل، صباح الخير عليك لضيفك. صرت كل انا بشتغل بطريق السفر الى السعوديه، بشتري بذاكر. انا بشتري اول كاب تذكره مثلا ب 318، بنوصل لكام تذكره ثانيين، بنوصل ل 320، بنتهي بال 400. بس بدنا تفسير حول هذا الموضوع من الرئيس لو سمحتي، وشكرا لكم. شكرا لكم. معلش فيني ارجع عيد الصوت؟ عم مش واضح كثير. ما سمعت. شو لصوت لبنان، بونجور لجميع سبت الكل، وصباح الخير عليك لضيفك. صرت كل انا بشتغل بطريق السفر الى السعوديه، بشتري تذاكر. انا بشتري اول كاب تذكره مثلا ب 318، بنوصل لكام تذكره ثانيين، بنوصل ل 320، بنتهي بال 400. بس بدنا تفسير حول هذا الموضوع. يعني غلى اسعار، يعني بيسقط تذكره ب 318 وبعدين بيرتفع سعرها. مش واضح السؤال، يعني يا ريت كان واضح اكثر. مش واضح الصوت، مش واضح الصوت بشكل هيك نقدر نسمعه ونجاوب عليه. اليوم الحل بعيد، خلينا نعترف مش هيك؟ لا ليش، احنا في وضع مالي بالبلد لا قادرين، يعني في صمت مطبق حيال هالموضوع من قبل حاكم مصرف لبنان اللي هو طبعاً عنده أسهم، الأسهم المرتفعة بشركة يعني طيران شرق الأوسط. أنا بعرف أنه في مشكل اقتصادي شامل على كل العالم. أوكي، أوكي، بده يحل لكم أمركم إذا في مشكل اقتصادي. يقبض منا باللبناني، خلونا نحن نشتغل، هو عم يدفع بالطيران نعم. ونقبض باللبناني وندفع ونقطع السطر. هيدا طلبنا الواحد، توحيد المعايير القانون. بس ما انتوا عندكم مشكله، نرجع لبيت القصيد اللي حكيناه مع الايات اللي بتجبركم تدفعوا بالدولار. لا، ما انا وقت بروح بشتري مباشره، هو منعني اشتري مباشره. نعم. وقت يشوا في يعني بروح بشتري مباشره من شركه الطيران، بدفع له هون باللبناني، بطل ادفع للايات. هيدا نعم. هو المشكله، هيدا هو المشكله. والخطوره فيه كمان، خلينا نقول الحقيقة والمنطق، الخطورة في إذا كل الشركات، إذا كل العالم وكل الأجانس دو فياج توجهوا أنه يدفعوا باللبناني، بصير في تهديد لوجود الآياتا. يعني بتبطل الآياتا كمنظمة تشتغل بلبنان، وهيدي خطيرة كتير. يعني بتكون في شركات بدها تبطل تجي على لبنان، شركات أجنبية بدو ينقطع خط التواصل بين العالم وبين لبنان. يعني كيف ما درناها، كيف ما درناها صعبة شوي، بس خلينا نتعامل بالمثل. هيدا بننهي لك إياها. شكرا لك نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود. بختام هاللقاء بدي أشكركم، كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت النيل فويس أوف لبنان 100.5. لكم أطيب أمنية وتحية نوال ليشا عبود، دليدة غانم، والمخرج جورج العلية.